صباح الوريضات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله، صباح جديد ان شاء الله معكم. غادي تدوزوا معايا نهاري كيف ما عطى الله. اليوم الحد، العطله تاعت الدراري. والمهم اليوم فقت بكري، واول حاجه بالضبط نشاركها معكم البنات، نشارك معكم واحد زوين بالنسبه ليا انايا. عندي فقر الدم وقالوا لي مزيان ليك، وفعلا لقيت عليه واحد الراحه، لقيت عليه ان قلبي ما بقاش كيهبط لتحت. انا ديك الساعه قبل ما نبدا نتبعو قلبي كيبدا كيتجبد ليا لتحت. دابا الحمد لله من نهار تبعتو ما بقاش عندي هذا المشكل، ديك السخفه ما بقاش كتجيني. ها هو راه معروف البنات سبيرولينا. اي حبيت نشاركو معاكم زعما العيالات اللي عندهم هذا المشكل ديال السخفه وديال سميتو، اللي ما عندهاش كاع باش تشري الكبير كتشري هذا الصغير. هذا راه الصغير انا شاريه ب 2200، فيه 100 حبه. والله البنات الا زوين. دابا كنت ناخذ جوج قبل الفطور وجوج قبل الغدا، دروكا وليت ناخذ جوج. ملي تنفيق بكري كناخذ جوج وكنجلس ساعه ولا ساعتين عاد تنشرب حريره. وبالمناسبه الحريره بغيت نشارك معكم، ها نتوما يا البنات شوفوا 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 الادوات، شوفوا اللي عندها الدراري. ها نتوما الشكره فين مرميه؟ هانتوما البنات، ها حريره ديال المزقور. اليوم درنا الحريره المزقور وتمرات معاها. ايوا المهمه البنات، هانتوما غادي تدوز معايا اليوم حريرتي في الكوزينه. غادي نخمر ان شاء الله الكوزينه، والوالده شرات لينا واحد البلاكار صغير بنا نحيدو عندنا واحد الشبكه فوق هذاك الشيء ديال الطبزيره وداك الشيء، ونحيدو دوك الطواجن من داك الشرجم. دايرين بحال جالسين في طريق كانت كي قلت لكم في واحد الفيديو. المهم شوي بشوي كل شيء تيدار، هي الصبر والخير والسلامه، كلشي تيديرو بنادم الصحه والسلامه، كلشي بنادم تيدير. المهم البنات نشرب حريرتي حريرتي، وغادي نوض ان شاء الله باش تبعو معنا، دوزو معنا نهارنا. هانتوما غادي تكتشفوا كي تندوزو نهارنا على الحد، نهار الحد ان شاء الله غادي تكتشفوا معنا نهارنا، وبقاو معنا ما تنساونيش البنات ما تنساونيش. رجعنا لكم البنات، هانتوما جيوريكم غير دوك الوجيرات اللي قلت لكم الوالده شرات، هاهما شراتهم بغيت نديرهم للطبزيره. هانتوما ها الطماطم هنايا، من بعد غادي نوريكم هنا كي غادي نتولي داكشي. ودابا ان شاء الله غادي نصبق عليها واحد شويه تاع المسمن الدراري. اليوم الحد، السنين ديال المسمن للدار. وهانتوما معايا البنات، درت هنا الحرش والخرصة، ما كاينش عندنا قطعه ديال السمنه، وشويه ديال الخميره، وشويه ديال الملحه، وشويه ديال سنيده، هي شويه هي نص معلقه. وسنيده راه اختياريه، اللي بغى يديرها يديرها، والماء دافي. صافي البنات غادي نحوض السمن ديالي، ندير لهم طرح ديال السمن، عزيز عليهم السمن على الحيط. صافي ما تنساليوش، تنسالي ما كايناش بحال شكل الا درتي الكسكس نهار الجمعه نهار الجمعه، ولكن كنت كنت عندي كاين ملي تيكون الكليان تتكون خدمه تكون تسمي كل نهار فهمتيني، ما تيخطرناش. ندير خبز شوي شوي على تسديده تسديده، ندير خبز شوي شوي على تسديده تسديده. بسم الله 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 مع الطاعي، حطولي حطولي سحطولي
غنحط الصابون وتخمام ديال كلشي. مرقش يا سيدي كله فرحيك كله فرحيك راه مرقش يا سيدي كله يكفيك كله يكفيك راه مرقش يا سيدي كله فرحيك كله فرحيك راه مرقش يا سيدي كله يكفيك كله يكفيك في قدومك يا البطل يا الحسن تاني 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 راه مرقش يا سيدي كله فرح ليك راه مرقش يا سيدي كله فرح ليك كله فرح ليك راه مرقش يا سيدي كله يكفيك راه مرقش يا سيدي كله فرح ليك كله فرح ليك راه مرقش يا سيدي كله يكفيك في قدومك يا البطل يا الحسن تاني 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 راه مرقش يا سيدي كله فرح شابة فطار خرجة وتشوف سلطان خرجة وتشوف سلطان لا شابة فطار لا شابة فطار خرجة وتشوف سلطان خرجة وتشوف سلطان قالوا كلهم راه توحشناك مدة ما شفناك يا مولاي الحسن راه توحشناك مدة ما شفناك يا مولاي الحسن لا شاب فطار لا شاب فطار خرجة وتشوف سلطان لا شاب فطار لا شاب فطار خرجة وتشوف سلطان قالوا كلهم راه توحشناك مدة ما شفناك يا مولاي الحسن راه توحشناك مدة ما شفناك يا مولاي الحسن راه مرقش يا سيدي كله فرح ليك في قدومك يا البطل يا الحسن تاني في قدومك يا البطل يا الحسن تاني راه مرقش يا سيدي كله فرح ليك مرقش فرحان تيغني الحال يهتف حياة الحسن وطير على الشجار وطير على الشجار قالوا كلهم راه توحشناك مدة ما شفناك يا مولاي الحسن راه توحشناك مدة ما شفناك يا مولاي الحسن مرقش فرحان تيغني الحال يهتف حياة
بيات حسن مراكش فرحان تيغني الحان يهتف بيات حسن وطير على الشجار قالوا كلهم رايح توحشناك مدة ما شفناك يا مولاي حسن نجدو ان شاء الله كله وهاني معكم وهاني باقي كاع ما بديت تخمات في الكوزينه يا البنات هاني كملت نسمان جنتو بالزبده شويه تاع العسل غنمشي نفطر ان شاء الله ونرجعو باش نوريكم الطواجي اللي صوبت الوالده ونصوبو المجوره ان شاء الله حتى واحد الجزيره نتلاقى بنات هاني رجعت لكم تاني نمشي نفطر مع الفطور راه ما حطيتهمش بالرجا نسيبها تاني وجي ها هو تيطير بلاتي بان لكم البنات صافي قريب ان شاء الله الوجه تاع الحوت لا شهيتو لكم سيكونيا العيالات الا كنتو حاملات ولا المهم دابا ان شاء الله حيدت هاد الشكل اللي كان كاين هنايا عندي داكشي ديال الكرزانه ملون وعرفتو مع البنين داكشي راه ما شاء الله دابا ما دايره كاع انايا ديك الحقيقه الكرزانه كنشتي لها تقرا عندها وتدير فيهم هانتوما كلشي بحال بحال المهم شتي تكون صحتو حتى شي صحتي هي هانتوما تبان لكم البنات شتي تقرا كلشي صحتو تاع الزيت هي تاع الرز كلشي صحتو هي غادي نجيب دابايا هذاك الصندوق اللي شراك الوالده غادي نحطو هنايا هانتوما معايا بقاو معايا بغيتو تصوروا البنات ولكن راه جاتكم غلفنا البرا ما فيهش هادي دابا مثلا الشيشه نستعملوها الحلوه هادو قاعده دابا ثاني حاجه تاع الزيت ديال هاد البيضه نصاوبها يوم النهار هادي غتكون تاع هنا ها هي الزيت هنا ها هي الزيت حتى واحد البوطه وهادو قاعده اللي فيهم داكشي ديال الشيشه اللوز داكشي غنديروهم تمايا وغنختار بحال دابا الاعشاب وداكشي اللي كنديرو بحال مره غنعزلو تحت غنعزلو الفوق كاع ندير هنا داكشي اللي كنستعملو يوميا بحال دابا مثلا الملحه تحت اتاي تحت ولكن ما تغني غادي المزهر تاع هو ما عرفتش شنو هو لا ديرها المزهر تاع هو المهم عندي الاعشاب اللي ما كنحبها وداك الشيء اللي ما كنستعملوش ديما نحموا الكابلو هنا الاعشاب ما كنديروش بزاف هذا النافع الزعتر هذا الحمل هادي زعما جامد هادي القرفه غندير هاد تحت
الخرقوم غنديرو تحت. هادي لها هذا وقيله مسخن غنديرو بهاد وغادي نقلب الحفاظ ديالها صافي. الخميره غنديرها تحت والبنات هادشي راه غسلت وراه مغسول وكاع تلحق لك كلشي منظف. هادي زريعتي الثاني غنديرها اي راه الاعشاب هادي الثومه هي الثومه كنطلبو ليها شي هادي ديما الثومه البنات كنطلبو ليها ديالها ها هو غلط ها هو كنكتبوا ليها البنات ملي كتنفس صافي كنديروها هي غندير هاد الحته هادي خاويه كنشوفها كاش هادي ديال هي الاعشاب مخلطين كنشوفها كاش هادي السودانيه هي هذا هادي اسميتها غير هذيك الفوا ها هي الفوا البنات الفوا البنات مزيانه الحريره مع الصفار انا مره كنديرها ما كنعرفش هذوك شور الليمون وشور الحامض كنلبسوهم شفتو هما البنات كنلبسوهم مره كنجبوهم ونديروهم في الماكله زوينين وسط هو اش هي اخي هادي هذا حق رشاد ها هو كامل ما تخرجش من هنا دوك راه عامل راه وهادي شنو هي امي هذا هذه لا زيت راه حيت الزيت قبيله على الطوب هذه بنات قرعه ديال القهوه حتى هي فيها نفس المشكل كان قبل هي قرعه القهوه اللي درتها في الوسط راه هي انت غادي تشوفي هذا الشيء من بعد وصافي البنات غادي نبقى هكا حتى نجمع حتى نسالي تشغلي ان شاء الله ونجوز نتبقى ان شاء الله وفي العشيه غادي ندير كاسكروت ضروري غادي نشارك ان شاء الله معكم كاسكروت غير حيت نهار الحد كيكون كلشي مجموع في الدار داكشي باش الكوزينه واحد دور السلامه راه مات ما كنحيدش منها لا انا لا مي زعما غير انا منها صباح حتى نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم وهاني بديت كنصاوب شوف حتى فين نصور ان شاء الله غادي يتبقى حلا ما حيدش علينا هادشي كحل هانتوما هانتوما هذاك الطواجن اللي كان هنا كلشي جمعتو واش بغيتو ديالي ان شاء الله هاد الشبكه اللي كانت هنا ديال الكبزيره فيها ثلاثه طبقات غادي ان شاء الله غادي ان شاء الله يديكم بالله تنسالي المشاوير ديالي وخريجي وكزيتي وداكشي اللي كندير وغادي نجي ان شاء الله تحت البوطاجي غادي نبقاو نخرج من داكشي ديال الماعن 800 ان شاء الله نبدلهم في هذيك الشبكه مزيان نصفهم وبلاصه الطواجن تاعي غادي نديرها لتحت تحت البوطاجي وتخليو هاد ليسباس عكا فاضي حتى انا ما عجبنيش ولله الحمد لله صلاه ما توقعوش نمشي الله يسر الجميع يا ربي وما تنساوليش البنات وما تنساوليش لعبكم الفيديو اللايك واللي ما اشتركش في قناتي الكل يدير اشتراك مرحبا اشتراك مرحبا مرحبا بكم في قناه مرحبا بكم في الدار مرحبا بكم مرحبا بكم مستلف مرحبا ان شاء الله والبنات اللي كيعرفوني وكنعرفهم راكم عارفين اللي عقم الله بلا ما نقول لكم على راسي اش كاين هو المهم هادشي اللي كاين ولا عجبكم الفيديو لايك واشتراك انا عاوني غير الاشتراك الله يرحم بها الوالدين اللي بدا عليكم الله يسر والى فيديو جديد ان شاء الله السلام عليكم.